عروض شعبية وأجواء موسيقية تزين مسرح السور الشمالي بالعاصمة المصرية القاهرة. وسط حضور جماهيري كبير لتبادل الثقافات المختلفة بين المشاركين والحضور. جئنا من أجل المشاركة في مهرجان سماع في طبعة 16 من أجل تمثيل الجزائر، وإن شاء الله يكون يعني تمثيل مشرف إن شاء الله. طبعا هذا المهرجان الذي يعتبر من بين المهرجانات في العالم العربي كله، يعني من الرائدة، المهرجان الذي يحمل تصور حول السلام العالمي بمشاركة يعني عديد الدول العربية وغير العربية. إنها المرة الثانية لي في مصر في فصل الصيف، وأود أن أقول لكم إن المرة الأولى كانت مميزة للغاية. لقد تعلمنا كثيرا عن الثقافة المصرية وأحببتها كثيرا. ثلاثون دولة مشاركة في المهرجان، من بينهم مصر واليونان وجيبوتي وقبرص والجزائر ورومانيا وجنوب السودان، مما جعل للمهرجان مكانة دولية وشعبية وسط جمهوره والمشاركين. من دواعي سعادتي وفخرنا أن نشارك في هذا الاحتفال الدولي، ذلك لأن الرسالة الرئيسية من هذا الاحتفال ليست فقط من الأهمية أن تكون موجهة لنا، ولكنها موجهة للعالم أجمع. استفدنا من هذا المهرجان هو اكتسبنا خبرة وتعارف بين الجنسيات العربية والجنسيات الأسيوية والعالمية ومن جميع الدول، وتعرفنا على ثقافات كثيرة في إلقاء القصائد النبوية، وهذا ما تعلمناه وهذا هو الأهم الذي أرسلنا إليه لتعلمه والاستفادة منه إن شاء الله. الفن أصبح أداة فاعلة في تبادل الثقافات، مما كان سبباً رئيسياً في حرص المشاركين من مختلف دول العالم على حضور تلك الفعاليات بما لها من أثر كبير في نشر ثقافات الشعوب. مريهان يوسف، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.